منتابع حلقتنا بالقسم الأخير ورح ننتقل خلاله إلى اللقاء التكريمي يلي أقيم بمنتجع الميرا مارسيحي وذلك لتكريم اللاعب محمد عكاري كابتن فريق المتحد وهاللقاء تضمن مهرجان رياضي وغيره من النشاطات. تقرير من صفدي. بعد أن قرر الاعتزال والسفر نهائيا إلى أمريكا وبعد أن أعطى الكثير لنادي المتحد ولمدينة طرابلس، اجتمعت عائلة نادي المتحد طرابلس رئيسا وإدارة وداعمين ولاعبين حاليين وسابقين ومشجعين بمنتجع الميرامار السياحي لتكريم كابتن الفريق محمد عكاري بمباراة اعتزال استعراضية شاركوا فيها نجوم من كل لبنان. محمد عكاري أمضى ضمن صفوف المتحد 14 سنة متواصلة، أعطى خلال كل ما عنده من إمكانيات وعاش كل تفاصيل تطوره وانتصاراته وصولا إلى تحقيق لقب وصيف بطل العرب بالإسكندرية ووصيف بطل لبنان. لذلك حرصت إدارة النادي على تنظيم مهرجان رياضي كبير بليق باعتزال لعبه، وقدمت مسيرته ضمن فيلم وثائقي فضلا عن فيلم تضمن شهادات من لاعبين لبنانيين وأجانب ما تمكنوا من حضور المهرجان. متحد طرابلس رسم الخطة قدر نفذها وجمهور الشمالي فرح وبتصور مدينة طرابلس. المهرجان استهل بكلمة للإعلامي غسان ريفي ومن بعد كلمة لرئيس نادي المتحد أحمد الصفدي، ثم تحدث اللاعب عكاري وشكر نادي المتحد على كل ما قدموا له من دعم، وأخيرا وبعد المباراة الاستعراضية أقامت إدارة المتحد حفل عشاء على شرف اللاعب عكاري. أول شيء لأنكم أنتم بتحبوا محمد عكاري، فاليوم جيتوا لتقولوا له ميرسي على كل شيء قدمه لنادي المتحد. ثاني شيء لأنه محمد عكاري هو اللاعب الوحيد بلبنان يلي أمضى 14 سنة بنادي واحد، فبالتالي محمد عكاري اليوم هو أوفى لاعب لبناني بتاريخ كرة السلة. رغم التوتر السياسي خلينا نقول انه النشاطات الثقافيه والفنيه عامره بلبنان بهالفتره. ب 22 ايلول رح بنكون على موعد مع الفنانه سعاد ماسيه اللي رح بتقدم امسيه موسيقيه بالميوزك هول. ومن سعاد ماسيه رح نكفي مع مواعيدنا. يرجع يا احلى صار انا طول اللي صرتك في بالي، صرتك في بالي، صرتك في بالي، وما عادش بعطي ولا غيرك ما يحلالي، غيرك ما يحلالي، غيرك ما يحلالي، وانا ليك اشداني اشداني اشداني، يا اللي غرامك عياني يا شداني اشداني، وانا منك فرقاني. ولي رح ما يرجع، لي رح ما يرجع، لي رح ما يرجع، وما عادش بعد المرار والقلب يتقطع، والقلب يتقطع، والقلب يتقطع.
من الحفلات الموسيقية إلى المهرجانات السينمائية وكمان هي كتيرة. رح منبلش مع سينما متروبوليس بالأشرفية يلي بتقدم الدورة الثانية من الجيرمن فيلم ويك. هالدورة الثانية بتنطلق ب 17 أيلول وبتستمر لغاية 27 أيلول، وتباعا بنكون مع تفاصيل عروض الأفلام. جيرمن فيلم ويك الى الاي كي يو ستودنت فيلم فيستيفال وجامعه الكفاءات بتنظم مهرجان خاص بالافلام الطلابيه. الافتتاح ب 20 ايلول على الساعه 7 برعايه وزاره الثقافه. من الاي كي يو ستودنت فيلم فيستيفال بننتقل الى بيروت انترناشونال فيلم فيستيفال، ودوره 2015 بتنطلق ب 7 تشرين الاول وبتستمر فعالياتها لغايه 15 تشرين الاول. الافتتاح رح بيكون مع فيلم لو بتي برانس اللي عم نشوف منه بعض المشاهد. You are going to make a wonderful grown up. Thank you, mom. I just wanted to give your drawing back. حفلتي الافتتاح والاختتام لهالسنه رح بيكونوا بسينما موتان بالانستيتو فرانسي دو بيروت، ودائما مع بالتعاون مع الانستيتو فرانسي دو بيروت بيستقبل مسرح مونو عرض لمسرحيه ارلوكان بولي بار لامور، هالعمر يلي كتبه ماريفو وهو من اخراج توما جولي هالمخرج يلي نال جائزه موليير لافضل مخرج. العروض بواحد اثنين وثلاثة تشرين الأول، فإذا على خشبة مسرح مونو على الساعة 8:30 المساء. هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، أكيد موعدنا معكم بيتجدد بكرة، والختام مع تقرير رياضي. باي باي. أصبح الفنلندي ياري ماتي لاتفالا ثالث سائق يتصدر الترتيب العام لرالي أستراليا للسيارات امبارح الجمعة. لاتفالا انتزع الصدارة بعد فوزه بثلاث جولات امبارح. العواصف الترابية عقدت من مهمة جميع السائقين، حيث خسر المتصدر السابق لسباق كريس ميكي لعدة ثواني بسبب مشاكل في الرؤية. الإسباني داني سوردو اللي كان يتصدر الترتيب العام عانى بدوره من العواصف الترابية ليتراجع للمركز الخامس خلف أندرياس ميكلسن. غاب الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات فريقه برشلونه اللي عم يستعد لمواجهه القمه امام اتلتيكو مدريد اليوم السبت في اطار منافسات الجوله الثالثه من الدوري الاسباني، وذلك لاسباب شخصيه. وكشفت صحيفه سبورت الاسبانيه عن انه ميسي تغيب لاسباب شخصيه، ومن المرجح بحسب التقرير انه لم يحضر تدريبات نهار الجمعه بسبب صديقته التي وضعت طفله الثاني، حيث حرص على ان يكون بجواره. واشارت بعض التقارير الى انه هذا الغياب قد يؤثر على الفريق في المباراه المرتقبه، وانه هناك احتمالات ضعيفه الا يشارك ميسي في موقع فينسنتي كالديرون. تتجه انظار عشاق الدوري الانجليزي لكره القدم يوم السبت نحو ملعب اولد ترافورد يلي بيحتضن لقاء ديربي انجلترا العريق بين مانشستر يونايتد صاحب اللقب 20 مره وبين ليفربول المتوج بالبطوله 18 مره، وسيكون اللقاء ضمن الجوله الرابعه من عمر البطوله. ويسعى الفريقين الى العوده الى درب الانتصارات بعد ما تعثر كل منهم في اخر مبارياتهم، حيث سقط الشياطين الحمر امام سوانزي سيتي بهدفين لهدف، بينما نال الريدز هزيمه قاسيه وعلى ارضه من ويست هام بنتيجه 0-3. ويتطلع الغريمين الى التوهج من جديد من خلال مباراه الديربي الاشرس في انجلترا والعالم. خمس اسباب مثيره تجعل هاللقاء مثير جدا.
الأولى هي العودة إلى طريق الانتصارات، حيث يطمح كل من مانشستر يونايتد وليفربول إلى نفط غبار الخسارة يلي نالت منهم إلى الجولة السابقة من البطولة. ويعلم كل الفريقين أن تحقيق النقاط الثلاثة من هذا الدربي يدر على الفائز العديد من الفوائد وكسب الثقة والمعنويات المرتفعة للجولات المقبلة. ثانيا، سيكون لقاء القمة الإنجليزي المنتظر فرصة كبيرة للمدربين من أجل التأكيد للجماهير والصحف بأنهم قادرين على قيادة أندية عملاقة مثل يونايتد وليفربول، وعم يسعوا أيضا لمصالحة جماهير الفريق بعد السقوط في الجولة الماضية. ثالثا، سيدخل رفاق البرازيلي كوتينيو مباراة أولد ترافورد وفي حسابهم الثأر من هزيمتهم الموسم الماضي، حيث تعرض ليفربول إلى الخسارة ذهابا وإيابا، وسيعمل رجال الريدز على رد الدين بأي طريقة ممكنة وتحسن سجل فريق على ملعب أولد ترافورد. وخسر ليفربول 8 مرات خلال المواجهات العشرة الأخيرة اللي جمعته مع يونايتد في أولد ترافورد بالدوري. رابعا، يرغب الدولي الإنجليزي وين روني إلى استغلال معنوياته المرتفعة بعد ما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا لصعود الثلاث ب50 هدف ومتخطيا السير بوبي تشارلتون. روني بكل تأكيد يمني النفس بافتتاح سجله التهديفي في بطولة البريمير ليج عبر بوابة ليفربول، حيث عجز هداف الأسود الثلاثة عن التسجيل في الجولات الأربعة الماضية من عمر البطولة. خامسا وأخيرا، قام كلا الفريقين بعمل كبير في سوق الانتقالات الصيفية، وأبرم فريق روجرز صفقات بمبالغ ضخمة جدا يسعى من خلالها إلى العودة إلى منصات التتويج. ولم يكن الحال في مانشستر يونايتد مختلفا، حيث عقد مع العديد من الأسماء التي كلفت الخزينة الحمراء الكثير من المال، وسيكون هذا الدربي اختبار كبير لهذه الصفقات في كلا الفريقين. تصدر الدول الإنجليزي وين روني مهاجم مانشستر يونايتد قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في البريمير ليج براتب أسبوع يصل إلى 357,000 يورو، وهو ما يصل إلى 1.5 مليون يورو شهريا. ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية قائمة أعلى 10 لاعبين راتبا في البريمير ليج، والتي تصدر روني بفارق 27,000 يورو عن أقرب منافسينه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والإيفواري يايا توري ثنائي مانشستر سيتي اللي بيتقاضى 330,000 يورو أسبوعيا.